تو ما نورت الكويت. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ 100 100. الله اعلم ان كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقه وفاضل دقيقه وخلاص هتمشي وتنساني. ايش رايك بالجو ده؟ لا حلو المره دي، حلو. مش لا ترى اول ما ترى في مطر كان. ها كمان ايه؟ يبقى على وشنا احنا بقى خير. جربت الريوق الكويتي؟ الايه الريوق ده؟ الريوق الكويتي يعني الفطار. اه انا نفسي اجربه ده، نتدلع النهارده بقى خلاص. الله يعلم ان الشعب الكويتي كله يعشق الشعب المصري. والله كلنا يعني من القلب للقلب. والله في كل حاجه جميله. والله اكيد طبعا انت جميل اصلا. حماس الشعب الكويتي ده احلى شعب واجمل شعب. ان شاء الله نعمل مع بعض يوم جميل ونكررها بقى تاني وثالث ورابع باذن الله. ان شاء الله الشعب الكويتي حبايبي، ودايما اجي نقعد مع بعض ونتفسح مع بعض. يعني بختار الاوقات بتاعت اجواء الحفله بعيشها اكتر من الحفله نفسها. يعني ليا ناس كتير صحابي. مصر دايما في القلب والكويت دايما كمان في القلب. اقول له نور الكويت وان شاء الله انتظرونا في ليله نكسر فيها الدنيا باذن الله في مهرجان صيف الكويت. اكيد ان شاء الله.